اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا طبعا الاستعداد للمران او ما قبل المران النادي الاهلي في سوسه على الهواء مباشره، واكيد هنتابع مع حضراتكم التمرين ايضا لحظه بلحظه. طبعا برحب بضيفي اللي انضم لي في الاستوديو استاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ اسماعيل، منورنا في الاستوديو منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، ربنا يحفظك. حضرتك الفتره الاخيره طبعا شاهدنا يعني تواجد حضرتك في اغلب اللي لم يكن كل طبعا ما يخص الرياضه، يعني وتحريك الرياضه لقدام وكل ما هو بيحصل على الساحه لقينا مشاركه من حضرتك. الاول، ماذا يمثل نادي طنطا بالنسبه لحضرتك؟ يمثل كل شيء بالنسبه لي، يعني ده بيتي ومكان اتربيت فيه وده النادي، يمكن هو النادي الوحيد طبعا في طنطا، ونادي منشأ من 1926 واتربينا فيه كلنا وعشقناه وتوليت فيه المسؤولية من فترة طويلة يعني، فبعتبره بيتي وبعتبره يعني بعتبر ان هو ابني الأكبر اللي أنا يعني بعتز بيه وبنتمي إليه وبتمنى ليه كل الخير والازدهار والتقدم. أكيد، وشفنا حضرتك يمكن أول يعني عهدك بمجلس إدارة نادي طنطا كان من 76 ل 1986 عضو مجلس إدارة نادي طنطا عن مقعد الشباب، يعني حضرتك ابتديت مبكرا في مجلس إدارة نادي طنطا. مظبوط كده، أنا كانت أول دورة ليا عن الشباب ويمكن فزت بالتزكية وقتها من 76 لحد 80 كنت عن الشباب، وبعدين بعد كده مع الكبار بقى سكرتير نادي ووكيل نادي بالمسمى القديم وبعدين نائب رئيس مجلس اداره وبعدين رئيس مجلس اداره. طيب خلينا نتكلم عن الحدث الاهم اللي حصل في 10 ايام، وشفنا استضافه حضرتك للجنه التاسيسيه في طنطا ومشاركه رئيس نادي الاهلي المهندس محمود طاهر في هذه الاجتماعات اللي هي اجتماع للجنه الانديه المحترفه. كلمنا عن ازاي اتولدت الفكره وايه هدف لجنه الانديه المحترفه في كره القدم يا استاذ. هي الفكرة موجودة ومعمول بيها في كل الاتحادات الأهلية في كل العالم يعني، وكانت مطلوبة من فترة طويلة إن هي تفعل، ويعني زي ما كنا بنسمع كده عايزين قانون للرياضة جديد من سنوات طويلة، كان نفس الشيء بالنسبة لرابطة الأندية، كان مطلوب تفعيلها من سنوات طويلة رابطة الأندية المحترفة. اتحاد الكورة في الفترة الأخيرة الحقيقة كان يعني داعم لنجاح الفكره يعني، وساعد فيها بشكل جيد الكابتن هاني ابو ريضه، واجتمعنا كانديه قسم اول دوري ممتاز، واختاروا مجموعه من الانديه، شرفت بان انا اكون واحد منهم يعني. الانديه مين الاهلي حضرتك؟ الاهلي والزمالك والمقاصه والاسيوطي وطنطا. دول اللجنة التأسيسية، دول اللجنة اللي بتضع لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية المحترفة. طب إيه يعني مع اتحاد الكورة برضه يعني أكيد. كان فيها ممثل من اتحاد الكورة المهندس أحمد مجاهد والمقرر الدكتور مصطفى عزام. طيب إيه أهدافها؟ هي ليه أنشئت؟ إيه اللي هتعمله جديد؟ هي فكرة إدارة المسابقة من خبراء رياضيين بشكل حيادي، يعني بيفصل القوات بين الأندية وبين اتحاد الكورة، أو بينظم وينسق بين الأندية واتحاد الكورة بتواجد ممثلين عن الأندية وممثلين عن اتحاد الكورة، بيبقوا دول المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، هم اللي بيديروا المسابقة، هم اللي بيعينوا رئيس لجنة المسابقات، وهم اللي بيديروا المسابقة بشكل كامل يعني، وبيبقى لها ميزانية خاصة بتصرف منها على المسابقة، وده معمول بيها في كل الدنيا يعني، ما هياش فكرة جديدة يعني. مش دي اختصاصات اتحاد الكورة هتتم سحبها منها؟ لا، اختصاصات اتحاد الكورة يعني أشمل من المسابقة. اتحاد الكوره يعني منوط برعايه المنتخبات
القومية والمنتخب الأول والمنتخبات الناشئين، رعاية المسابقات المختلفة في الأقسام المختلفة، يعني مسابقة كأس مصر برضو بيرعاها الاتحاد المصري لكرة القدم. أما الأندية المحترفة فدي لها المكتب التنفيذي للرابطة اللي بيرعى وينظم المسابقة بتاعتها. طب حقوق البث؟ حقوق البث دي هتبقى برضو الرابطة هي المسؤولة عنها. هيبقى بيع جماعي ولا فردي؟ تحديد بيع الجماعي او الفردي دي مسؤوليه الرابطه، لكن الرابطه لسه ما اتولدتش يعني. ففي مسابقه شغاله وفي عقود من الانديه مع رعاه، فما تقدرش الرابطه لما تنشا في الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله ان هي تخش في القصه دي. فحددنا ان مع نهايه تاريخ اخر تعاقد بين النادي والراعي تدخل لجنة الأندية وتحدد إذا كان البيع هيبقى فردي أو جماعي. طب يعني دي مسؤولية الرابطة إن شاء الله في المستقبل. طب أنا يعني برضو يعني تابعت من خلال أسبوعين إن هيكون في طريق أو طريقة لبيع الحقوق، هيبقى في مجلس إدارة للجنة للرابطة، مجلس إدارة في مجموعة منتخبة وفي ممثل اتحاد الكورة، يعني احكي لنا برضو عن القصة. هو تكوين الرابطة حددته الجمعية العمومية لاتحاد الكورة في آخر جمعية عمومية ليها بعدد 5 يمثلوا الأندية وعدد 2 يمثلوا اتحاد الكورة، يبقى عددهم 7. بيتشكل منهم المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة. وبرضو زي ما قلنا قبل كده كان في رأيين، رأي أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية اللي هم 18 نادي بتوع القسم الأول ممكن أن يتم انتخاب 5 منهم يبقوا موجودين في الرابطة، بالإضافة لـ2 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يشكلوا المكتب التنفيذي من مجالس الإدارات يعني الأندية والاتحاد. وكان الرأي الثاني أن هو يبقوا من خارج الأندية ومن خارج اتحاد الكورة، بتنتخبهم الأندية ومجلس إدارة الاتحاد بيرشح 2، يعني مجالس إدارات الأندية بترشح 5 أو بترشح كل نادي بيرشح 1 ويتم انتخاب 5 ويتم انتخاب 5 من الأندية بترشحها، وبالإضافة لـ2 من اتحاد الكورة، دول بيبقوا رابطة بيبقوا المكتب التنفيذي للرابطة. طيب حضرتك قلت لي هيبقى ليه ميزانيته، ميزانيته هتبقى جاية منين؟ هل يعني زي ما بيقولوا كوتا الانديه هتدفعها وهيتم تحديدها ازاي؟ يعني ليها تصور للميزانيه دي؟ لها تصور. يعني في اتحاد الكوره بياخد 15% من عقود الرعايه للانديه، هيدخل منها تقريبا 5% للرابطه. كل يعني هتبقى 20% ولا 15 منهم 5%؟ يعني الاتحاد هياخد 10 والرابطه هتاخد 5. كويس. كل العقوبات الماليه اللي بتوقع على عناصر اللعبه بتروح للرابطه. في بعض الرسوم والحاجات دي يعني 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 هتبقى ميزانيه قويه ان شاء الله تصرف على المسابقه بشكل جيد. طب انتوا تصوركم يا كابتن هتبقى مقر الرابطه فين؟ مقر الرابطه هتبقى في اتحاد الكوره ولا عشان الاستقلاليه ممكن تبقى في مكان تاني غير اتحاد الكوره؟ لا، المكان يعني ملوش علاقه بالاستقلاليه قوي، هو المكان هيبقى في اتحاد الكوره، هيوفر اتحاد الكوره المكان المناسب وهتزاول الرابطه نشاطها من داخل اتحاد الكوره. طب سؤال برضو مهم، افرض نادي تم اتخاذ قرار في رابطه الانديه والنادي اعترض على قرار هذا القرار، يلجا لمين واعتراضه يقدمه لمين؟ احنا بعد ما هنشكل رابطة الأندية المحترفة وننتخبها إن شاء الله، الرابطة نفسها هتحط لائحة داخلية ليها، كل الأمور دي هتوضع في اللائحة دي وهتقر من الأندية كلها واتحاد الكورة، يعني 18 نادي ومجلس إدارة اتحاد الكورة هيقروا اللائحة بتاعة الأندية المحترفة وتعرض على الجمعية العمومية. أكيد وتعرض على الجمعية العمومية لاتحاد الكورة، لكن إقرارها من القسم الأول فقط يجوز إنها تشتغل بيها. أكيد. لأن دول المنوط بيهم رابطة الأندية. رابطة الأندية ملهاش يعني يعني ملهاش علاقة بقصة النزاع اللي هيبقى بينها وبين الأندية، ده له مكانه في زي ما قانون الرياضة واللوائح اللي صدرت
بيبقى لمركز التسويه والتحكيم في اللجنه الاولمبيه. فضي المنازعات والتسويه في مركز التسويه وال يعني بعد قانون الرياضه اتمنع بتاتا اللجوء للقضاء القضاء الاداري والقضاء العادي بقى ممنوع فيه، بقينا بنلجا دلوقتي لمركز التسويه والتحكيم. طب يعني برضو سمعنا ان في اعتراض من نادي الزمالك ان هو شارك او ما شاركش فيه، هل المواضيع دي كان قصتها ايه؟ هل نادي الزمالك ما شاركش في الرابطه؟ لا بالعكس، لا 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 المستشار مرتضى منصور شارك في الاجتماعات اللي تمت ما عدا الاجتماع اللي هو كان في طنطا الاخير لظروف عمله يعني، وهو الراجل اعتذر الحقيقه وكلمني واعتذر وقت ما احنا كنا بدانا الاجتماع يعني، ومشارك معانا بشكل جيد يعني، يعني وموافق على كل القرارات اللي المصلحه العامه يعني. بتهيألي طبعا يعني الكل الحقيقه كابتن هيثم متجاوب جدا، ويمكن اتحاد الكوره متجاوب كمان اكتر يعني. كان برضو في فكره عند الناس ان اتحاد الكوره الرابطه دي هتاخد من صلاحياته يعني، كانت القصه مش واضحه قوي. ده في صداع كبير قوي هيمشي على اتحاد الكوره اسمه المسابقات، يعني هيتشال مع انه عبء كبير يعني، لكن الواضح انهم مهتمين جدا بيها وعايزين يفعلوها. طب لجنه الحكام يا كابتن هتبقى بعيده عن اختصاصها؟ او لجنه ايه يا فندم؟ الحكام. لا لجنه الحكام مع اتحاد الكوره. مع اتحاد الكوره. مع اتحاد الكوره. وده طبيعي. ده المفروض. ده طبيعي، ده يعني وضع طبيعي ان هو اللي بيدير اللعبه، ويكون يفضل برضه عشان تنجح بامانه يبقى لجنه الحكام. يبقى لجنه الحكام مع اتحاد الكوره مش مع الرابطه. طيب احنا ممكن نشوف امتى الرابطه دي في النور؟ يعني برضه حضرتك ليك دور كبير خلي بالك يعني في 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 اقرار هذه الرابطه. الحقيقه كان عندنا اجتماع يوم 1 اكتوبر واجلناه علشان برضو ظروف الماتشات، ماتش الاهلي وبعدها ماتش المنتخب يوم 8. تمام مظبوط. فاجلناها ليوم 9/10. هتكون في طنطا برضو يا كابتن؟ لا ان شاء الله هتكون في المره دي هتكون في مصر المقاصة. مصر المقاصة هنا في القاهره يعني. مصر المقاصة شارك في طنطا، شفنا كابتن بكر سليم امبارح التنفيذي مع حضرتك. كان موجود الكابتن بكر سليم، وكان موجود المهندس محمود طاهر، وكان موجود المهندس احمد مجاهد، وكان موجود المستشار نهاد حجاج عن الاسيوطي. يعني الناس الحقيقه كلها متعاونه، وان شاء الله يعني يوم 9 ده بنحدد فيه اسماء الناس المرشحه، وممكن في نفس اليوم ان شاء الله ان احنا نعمل انتخاب على الخمسه اللي هناخدهم من يعني. ممكن نشوف في الاجتماع بتاع 9/10 ان شاء الله 18 يعني نادي موجودين؟ هو هيبقى المرشحين بتوع الانديه مش الانديه. طب الانديه هتنتخب ازاي؟ هل هتبعت جوابات اذن مغلقه ولا هيبقى الانتخاب ازاي؟ كل نادي بيبعت اتحاد الكوره صمم مظروف جواه استماره مطبوعة، كل نادي بيكتب اسم الشخص اللي هو عايزها وبيبعتها للاتحاد بحيث ان ما يبقاش معروف بالظبط المرشح ده من اي نادي. وبعدين بتجتمع الاندية تنتخب خمسة من العدد اللي معروض يعني، قد يكون 18 او اقل، لان ممكن اندية تشترك في شخص واحد يعني. بعد انتخاب الخمسه دول ويضاف ليهم الاثنين اللي هم من اتحاد الكوره، بيبقى ده المكتب التنفيذي للرابطه بيشكلوا بينهم بقى قوام ال بيحط اللائحه التاسيسيه. بيشكلوا مين رئيس المكتب التنفيذي، مين النائب، مين المدير التنفيذي، بيبتدوا هم يحطوا لائحه داخليه ويبتدوا يشتغلوا. طب خليني اسال حضرتك دور النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي اكبر نادي بيبيع حقوق بس في الدوري يعني باكبر مبالغ. أكيد. شايف مشاركه النادي الاهلي في حاجه زي كده هيبقى فيها منفعه متبادله للنادي الاهلي والانديه، شايف ده ازاي؟ يعني الحقيقه النادي الاهلي يعني ممثل في شخص المهندس محمود طاهر متعاون جدا في كل الامور الحقيقه يعني. ويمكن انا في الفتره الاخيره دي وانتخابات الاتحادات والكلام ده شايف النادي الاهلي دوره دور ممتاز جدا وفعال في كل مش في الكوره بس يعني، لكن بصفه خاصه في الكوره مهتم جدا المهندس محمود طاهر وبيحضر بنفسه، ويعني برضو اراءه الحقيقه محترمه جدا، وان شاء الله يعني تخرج لائحه لرابطه الانديه تليق بالكره المصريه ان شاء الله. يعني بصراحه مجهود جميل جدا الحقيقه حضرتك قد ايه يعني بتبذل مجهود، انا حاسس بيه الحقيقه على المستوى الشخصي ان انت
اي حاجه بتهم الرياضه انت متواجد فيها الحقيقه. اكيد 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 طبعا اكيد دي حاجه طبعا تحسب لشخص حضرتك. ربنا طيب يخليك. خلينا اتنقل لحاجه تانية برضو طبعا المشكله اللي حصلت بين اللجنه الاولمبيه المصريه والنادي الاهلي، عايز اعرف راي حضرتك في حته اقامه النادي الاهلي للجمعيه العموميه على يومين متتابعين، ما فيش بند في اللائحه يقول ان ممنوع، يعني شايف حضرتك المشكله دي من وجهه نظرك الشخصيه طبعا، يعني حضرتك لك كل الحريه طبعا تقول رايك. والله انا شايف ان هي يعني مشكله اججها الاعلام وما فيهاش مشكله من الاساس، يعني كان ممكن جدا ان الامور تمشي بشكل طبيعي جدا، و يعني لو كان بس الامور تم التوافق فيها، لان انا شايف ان هي اخذت حجم كبير قوي. طبعا اللجنه الاولمبيه بتمثل الرياضه المصريه، والنادي الاهلي اكبر نادي في، مش هقول في مصر، هقول في الشرق الاوسط يعني. فما كانش ينفع اطلاقا بامانه ان مشكله زي دي تصار بالحجم ده، ويعني لا اقبل ان اللجنه الاولمبيه اذا اخذناها بالمفهوم السطحي البسيط تنتصر على النادي الاهلي في الراي، ولا اقبل ان النادي الاهلي ينتصر على اللجنه الاولمبيه في الراي. الاثنين قامات كبيره جدا، واعتقد ان هي لا زالت الامور يعني يمكن من خلال تواجدي بقى في قناة النادي الأهلي، يمكن بناشد المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، وهو الحقيقة يمكن قبل ما يكون وزير الرياضة هو يعني كان عضو مجلس إدارة في اتحادات رياضية وفي نادي الصيد وفي اتحادات دولية، ويمكن قبل ما يكون وزير الرياضة كان استدعي لحل مشاكل كثيرة قبل كده وتدخل فيها وحلها. فأنا أعتقد أنه هو بصفته الشخصية، مش بقول يتدخل بصفة وزير، لا، بصفة المهندس خالد عبد العزيز، أعتقد أنه لو تدخل بصفة شخصية ينهي الخلاف ده في أسرع وقت ممكن، وده أعتقد أنه الحل الأمثل علشان ما نسيبش القامات الكبيرة دي، اللجنة الأولمبية بحجمها وقيمتها وممثلة للدولة أو للرياضة المصرية في الدولة، والنادي الأهلي بقيمته الكبيرة وجماهيريته اللي بالملايين، ما ينفعش أبدا إن احنا نسيب صدام زي ده قائم على الساحة. وبقول للمهندس خالد عبد العزيز، مش الوزير خالد عبد العزيز، المهندس خالد عبد العزيز قادر إن شاء الله إنه لو تدخل في القصة دي ينهيها في على جلسة فنجان شاي. صحيح، ونتمنى ده، لأن طبعا انتخابات النادي الاهلي قادمه ولازم يكون الموضوع يحسم، لانه طبعا ما ينفعش الانتخابات تجرى على لائحه وترجع بعد كده لائحه ثانيه تقرر، لان هو يعني النادي الاهلي في لائحته او في لائحه الرياضه ممكن ما كانش فيه اي مشكله انها تقام يوميا، يعني لازم يبقى في حل سريع، لانه الحل السريع المفروض هيجنب انه اكبر نادي في مصر طبعا النادي الاهلي ان هو يخش في مشاكل اداريه هو في غنى عنها، اكيد هتضر الرياضه في الاخر. ده اكيد اكيد اكيد، يعني اعتقد واتمنى ان مناشدتي تصل للمهندس خالد عبد العزيز وهو قادر ان شاء الله، وخاصه ان في الاطراف كلها، يعني المهندس محمود طاهر راجل محترم وراجل فاضل ويتقبل كل الحلول، وكذلك المهندس هشام حطب، واعتقد ان الناس الكبار دول لابد انهم يضربوا المثل والقدوه في احتواء المشاكل البسيطه دي ان شاء الله. اكيد. طيب خلينا اتنقل مع حضرتك ايضا لطنطا بقى، يعني فريق الكره شهدنا ان هو تاني سنه يقعد في الفريق في الدوري الممتاز. يعني كلمنا عن ميزانيه الفرقه قد ايه، كلمنا عن المشاكل اللي بتقابلك، تمويل الفرقه بتجيبه ازاي، يعني كلمنا على فريق طنطا اكتر. يعني يمكن تاريخ طنطا في الكوره من زمان قوي، من اول ما الدوري الممتاز ابتدى، لكن كنا الصعود والهبوط متوالي، ما كناش بنستقر في الدوري الممتاز لسنوات. يعني يمكن اول مره السنه اللي فاتت بدنا نصعد ونبقى في الدوري الممتاز للسنه الثانيه على التوالي. يعني الحقيقه يعني برضو بقول كابتن خالد عيد عامل فرقه جيده صعد بيها للدوري الممتاز وادى بشكل جيد في الموسم الماضي، عنده مجموعه من اللاعبين مميزين جدا. السنه دي في اضافه ليهم برضو مجموعه كويسه، يعني يمكن جبنا حوالي 10 او 11 لاعب كلهم دوري ممتاز، يمكن ما عدا واحد بس من الدرجه الثانيه، ويمكن اللي من الدرجه الثانيه ده لا يقل عنهم اطلاقا. كابتن، دي لقطات حيه من مباراه وادي دجله اللي حضرتك دي مباراه وادي دجله الاخيره يعني كان الاداء فيها الحمد لله كان اداء طيب ونتيجه طيبه طبعا. ان شاء الله السنه دي بقول ان هيكون اداء طنطا
دي، لان احنا يعني الطموح زاد ومجموعه اللي جت مجموعه مميزه جدا ان شاء الله لما تجهز، لان فيهم عناصر كويسه بس جت في اخر فتره الاعداد فلسه ما اخدتش يعني الجرعه التدريبيه اللازمه يعني، والانسجام ما تمش قوي بين اللعيبه وبعضها. فان شاء الله هيكون اداء الفريق السنه دي ان شاء الله هيكون افضل من السنه اللي فاتت، وهيكون شكله في الدوري بامر الله يعني ان شاء الله هيبقى في مكان يليق بطنطا بامر الله. طب قول لي حضرتك كابتن خالد عيد المدير الفني، السنه اللي فاتت شفناه قدم استقالته اكتر من مره، ولكن حضرتك اصريت ورفضت الاستقاله واصريت ببقاء الجهاز ده، ايمانا من يعني بايه او شايف ايه انت يا استاذ فايز؟ بص يا كابتن هيثم، انت لما بتكون مسؤول في النادي اكيد انت عارف امكانيات اللعيبه اكتر من اي حد، ولما بتختار مدير فني اكيد انت مقتنع بيه. ما ينفعش ابدا انك انت تحاسب مدرب على نتيجه مباراه، وما ينفعش انك تهز استقرار فريق علشان نتيجه مباراه او اتنين. طالما انت واثق في امكانيات المدرب وامكانيات اللعيبه بيبقى التوفيق بقى يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، والقرار الاخر بنسبه 100% هيضر. انك انت تشيل مدير فني هو اللي اختار اللعيبه دي وهو عارف امكانياتهم وعارف توظيف اماكنهم وعارف كل حاجه عنهم، وتجيب مدير فني جديد لسه يتعرف على اللعيبه ويعيد توظيفهم من وجهه نظره، هيبقى نتائجها سلبيه بنسبه 100%، وخاصه ان الدوري زي ما حضرتك عارف كل 3 ايام تلعب ماتش، فمفيش فرصه انك انت تغير. ده بخلاف قناعتك بان المدير الفني اللي عندك على كفاءه وان لعيبتك كويسين، لكن لسه طالعين من الممتاز به، ما عندهمش خبرات الدوري الممتاز. فكان ده يمكن دي اصعب سنه ان انت تبقى يعني تطلع يعني متنزلش. دي الله ينور عليك، دي بتبقى اصعب سنه في بدايتك في الدوري الممتاز يعني. فالحمد لله يعني كان ربنا موفقنا في القرار، وكان برضو الولاد كانوا يعني الامور دي كانت بتهز الفرقه، فكنا بنحاول ان احنا باستمرار نبقى جنبهم ونبقى داعمين ليهم معنويا لحد لما عدينا المرحله دي الحمد لله. طب قول لي تمويلك استاذ فايز جوه نادي طنطا، يمكن خلينا نحط الضوء عليه، مواردك بتيجي ازاي؟ قادر لان الكوره طبعا فريق كوره في النادي او بيلعب في القسم الاول الممتاز بتبقى الموضوع مكلف وميزانيات ضخمه، الوقت اللي برضه في العاب الصالات انت مش سايب الدنيا، قول لي بتجيب تمويلك ازاي؟ هو الاول انا عندي غير الكوره عندي 23 لعبه، يعني بالكوره يبقى 24 لعبه. كلهم الالعاب الجماعيه في الدوري الممتاز ما عدا كره اليد، هي ممتاز بس مش في دوري المحترفين، ويمكن من احسن المنظومات اللي عندي في النادي كره اليد، وان شاء الله السنه دي تكون في دوري المحترفين ان شاء الله. كل الانشطه دي وعدد الالعاب الكبير ده الحمد لله بيتم الصرف عليه بشكل جيد جدا، ولهم لوائح ماليه جيده في انتقالات في مبيت في ملابس في كل شيء على احسن ما يكون بامانه. الكوره طبعا هي اللي بتاخد النصيب الاكبر من الميزانيه، لكن الكوره لها موارد وايرادات كبيره برضو يعني، فبتعوض الفارق بين المصروف والايراد بنسبه كبيره يعني. مواردنا يمكن من محلات تجاريه على اسوار النادي، محلات تجاريه داخل النادي، كافيتريات ومطاعم داخل النادي، معارض بتقام في النادي، اشتراكات الاعضاء، الاشتراكات النشاط الرياضي، العضويات الجديده في النادي، يعني دي معظم الموارد اللي بتتم. طبعا السبونسر او الراعي بالنسبه للكوره برضو مبالغ كويسه، فالحمد لله الدنيا ماشيه في كل الانشطه الرياضيه، ما عنديش مشكله ماديه الحمد لله يعني. طب خلينا اتكلم برضو على حته مهمه قبل ما اروح مع الانشاءات بقى حضرتك في نادي طنطا، خلينا اتكلم على العاب الصالات. ايوه يمكن شفنا حضرتك بتقول 23 لعبه غير يعني كره القدم، وده يعني رقم كبير على فكره، في انديه كبيره ليها ميزانياتها وانديه بتمثل محافظات ما فيهاش العدد ده، خليني اقول لحضرتك خلينا نقول السكواش شاف طفره في طنطا، خلينا نشوف نقول كره السله طبعا زي ما في خالد عيد كان في كره القدم، كان في مصطفى هدهود في كره السله طبعاً. طلعهم ومنزلوش وحتى الان طنطا حتى طنطا الان في الدوري الممتاز. خليني اقول كلمني على العاب الصالات والالعاب اللي انت شايف انها عملت طفره كبيره في نادي طنطا نعرفها بالساده المشاهدين. طبعا يعني الكوره وكره السله والكره الطايره دول في الدوري الممتاز زي ما قلت،
كرة السلة عندنا دايما مميزة الحمد لله من زمان يعني، وهي في دوري ممتاز. تحديدا كابتن مصطفى هدود كان لاعب في النادي وبعدين تولى التدريب لعدد من السنوات يعني، وهو صعد بالفريق للدوري الممتاز من كذا سنة يعني، واستمر الفريق في الدوري الممتاز بشكل جيد. وبالمناسبة هو تولى برضو السنة اللي فاتت مدير فني ال 6 اكتوبر وصعده دوري ممتاز السنة اللي فاتت. يعني الحمد لله ان كل الالعاب عندنا والالعاب الفردية ايضا يعني الالعاب الفردية عندنا محققة بطولات جميلة يعني. سكواش الحمد لله يعني عندنا لاعبين على مستوى دولي، دي بعض طبعا المنشآت الجديدة دي، ده جزء من الصالة المغطاة في النادي يعني، ده برضو بعض من الحاجات، حاجات عايزه ميزانيات برضو تنس الطاوله. اتفضل يا استاذ. والسكواش محقق بطولات دوليه، بطوله انجلترا اول، بطوله انجلترا الدوليه، بطوله فرنسا، بطوله المانيا على مستوى الجمهوريه. يعني السكواش على خريطه السكواش حاجه جميله صحيح جدا يعني. صحيح. ده الملعب الزجاجي اللي عندنا احنا، عندنا صحيح مجمع غير الملعب الزجاجي، ده مجمع سكواش دولي يعني. الحاجات دي كلها جديده يا فايز بيها. الحمد لله يعني في الفتره اللي انا شرفت فيها برئاسه النادي كل الحاجات دي الحمد لله قدرنا نعملها يعني. كل الالعاب الفرديه الحمد لله كابتن هيثم مميزه في النادي ونتائجها مشرفه جدا، ابطال جمهوريه، ابطال عرب، ابطال افريقيا في كل الالعاب الفرديه. عندي في السباحه كان في ناشئين في بطوله في البطولة العربية، وفي معظم المنتخبات فيها ده الحمام السباحة الأولمبي اللي على الشاشة دلوقتي. يعني الحمد لله الألعاب الفردية بخير في النادي، كل الألعاب الفردية. ده حمام سباحة ده منشأ من سنة 1936 غير الحمام الأولمبي يعني، لكن على أرقى ما يكون يعني. حتى دعم من الوزارة الكورة الحمد لله يعني. طبعا الشيء بالشيء يذكر يعني، الدولة الحقيقة داعمة لنادي طنطا بشكل جيد جدا خلال السنوات اللي انا شرفت فيها برئاسة النادي. يمكن الحمام الاولمبي ده على نفقة الدولة من وزارة الشباب، من المجلس القومي للرياضة، والصالة المغطاة برضو من المجلس القومي ووزارة الرياضة. المجمع السكواش برضو من وزارة الرياضة من المهندس خالد عبد العزيز. التراك تغطيته بالترتان كان على نفقه الوزاره. هو مش بيبقى يعني بالكامل، هي بيبقى في مشاركه بين بين النادي والوزاره يعني. الحمد لله الوزاره قامت بدور كويس جدا في العديد من المنشآت داخل النادي. طب حضرتك انتخاباتك امتى ان شاء الله يا استاذ فايز؟ انتخابات عندنا في 17/11 تحديدا، الجمعه 17/11. طيب اقريت لائحتك؟ والله ما اشتغلتش على موضوع تعديل اللائحه، لان علشان تعمل لائحه بشكل جيد وتبقى لائحه نادي تشتغل على مدار العمر في النادي، لابد انك انت تاخد فتره زمنيه تعرض فيها مقترحاتك كمجلس اداره، وتاخد مقترحات الاعضاء، وتعمل ورش عمل، وتدرس كويس قوي، وتطلع المقترحات دي في شكل لايحة يصغها قانونيين، فعايزة وقت طويل يعني. صحيح. لكن مش صح ان انا اعمل لايحة في شهر ويطلع فيها مشاكل يعني. يعني انت فضلت ففضلت ان انا في المجلس القادم ان شاء الله اذا كان لنا، اذا ربنا اراد وكان لنا نصيب يعني، نعمل اللايحة دي بشكل جيد وفي وقت، يبقى عندك 4 سنين تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه في لايحة نظام اساسي للنادي تفعل من خلال مجلس الإدارة والاعضاء. طب خليني اسالك، لائحتك او اللائحه الاسترشاديه اللي تخصك في نادي طنطا المجلس بيتكون ازاي؟ يعني هل رئيسه 8 برضه؟ اللائحه الاسترشاديه عندنا من رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وخمسه اعضاء واثنين تحت السن من الشباب تحت 35 سنه. يبقى كده 10. يبقى كده 10. 10 اه. طب وفتح فتح الباب هتفتحه امتى؟ فتح باب الترشيح يعني يمكن الاعلان عن دعوه الجمعيه العموميه هيبقى يوم 1/10، فتح باب الترشيح في اليوم التالي للدعوه يعني يوم 2/10 لحد يوم 8/10 يعني لمده اسبوع لتلقي طلبات الترشيح. وبعد كده بقى زي ما اللائحه بتقول ان في 3 ايام للمجلس بيعقد جلسه، وبعد كده
بيبدي ملاحظاته على المرشحين، ولهم 3 أيام أظن يعترضوا على الحاجات دي. يعني في أمور تنسيقية كده بتتم، وهتتم من خلال مجلس الإدارة ويبعتها للجنة الأولمبية، ويبقى كل أي نزاع أو أي اعتراض أو بتعمل على مركز التصفية والتحكيم في اللجنة الأولمبية. طب برضو خليني أرجع لفريق الكرة برضو، يعني يمكن أنتوا لعبتوا 3 مباريات، النصر تعادل 0-0، طنطا وسموحة 2-0 سموحة، ووادي دجله وطنطا 3-1. الملعب الماتش ده كان يمكن في طنطا تهيألي، كان في الملعب عندنا. وعندك ان شاء الله السبت طنطا وبتروجيت، وعندك بعد كده 13 اكتوبر الزمالك مع طنطا. شايف مباراتك اللي جايه ايه؟ يعني شايف لو خدت كام نقطه من مبارياتك تبقى انت في الامان او في مكان احسن السنه دي؟ يعني بشكل عام كده من غير حسابات، احنا يعني متفقين كلنا في النادي كمجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين على ان لابد ان احنا يبقى لنا تواجد في الجدول بشكل جيد، وحاطين ان احنا ما نقلش عن المركز ال 11 او 12. تمام. يعني لازم ابقى قبل كده يعني ان شاء الله. اعتقد ان مش اقل من 20 بونت في الدور الاول وزيهم في الدور الثاني علشان نتحط بشكل جيد في الجدول يعني ده اللي يأمن الفريق. لكن برضو بقول طمعانين في اكتر من كده، لان كل الامور مهيئه لنجاح. يعني عوامل النجاح متوفره للاعبين وللجهاز الفني، يعني ما عندهمش مشكله. فالكره في ملعبهم ان شاء الله، يعني واثق ان هم على قد المسؤوليه بامر الله. طب خليني اسالك سؤال كده، يعني ايه نخرج شويه من اجواء بقى الانتخابات والمباريات والكلام ده. شفت مباراه الترجي مع النادي الاهلي؟ حضرتها فين؟ انا شايفك بتبتسم يعني، بس يعني شفتها فين؟ حضرتها فين؟ يعني قول لي، وكنت قبل المباراه تتوقع ان ده هيحصل؟ يعني كلمني بصراحه، يعني بصرف النظر بقى احنا عرفنا النتيجه كام والاهلي تاهل وكل الكلام ده، احكي لي اجواء المباراه دي. انا كنت يمكن من المتفائلين جدا ان الاهلي هيكسب، لان المباراه دي بترجعني بالذاكره 16 سنه فاتوا، وكنت انا مرافق لبعثه النادي الاهلي مندوبا عن اتحاد الكوره كرئيس بعثه من اتحاد الكوره مع النادي الاهلي، كان في سنه 2001، وكان الماتش برضو مع الترجي. وكنا في رمضان، يعني قعدنا 10 ايام هناك من قبل الماتش، قعدنا 10 ايام هناك ولعبنا الماتش ده وكسبنا بالجول بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ لو تفتكر. وكان برضو الناس مش متفائله وكنا متخوفين من الماتش. فالمره دي نفس الظروف ومع نفس النادي، وفي تونس الماتشات هناك بتبقى صعبه جدا. نفس الملعب؟ في نفس الملعب. فكنت متفائل جدا، والحمد لله الماتش كان صعب وتصعب بضربة الجزاء، لكن ما شاء الله يعني الفريق أدى مباراة جميلة جدا وجه مكسب جميل الحقيقة. طب قول لي برضو ذكرياتك ايه في سنة 2001؟ يعني برضو ايه اللي انت فاكره في السفرية دي؟ كنت بقى رئيس بعثة او يعني ممثل اتحاد الكورة، كنت ايه ذكريات، ايه الصعاب، 10 ايام في رمضان؟ يعني حكينا على ذكريات 2001. يعني انا رجعت الحقيقة بانطباع جميل جدا عن اول مرة، ودي المرة الوحيدة اللي قابلت ان انا أرافق فيها فرقة أو نادي في حياتي كلها. يعني ماليش في القصة دي خالص يعني، لكن في التوقيت ده كان اللواء حرب كان رئيس الاتحاد، كابتن سياجي الله يرحمه كان سكرتير عام، واتصل بيا كابتن سياجي، وأنا كنت رئيس منطقة الغربية للكورة، وكان كل واحد فيهم طالع مع منتخب من المنتخبات. فكابتن سياجي قال لي احنا قاصدينك في مهمة قومية، خير يا كابتن؟ قال لي هتطلع مع النادي الاهلي في مباراة الترجي. الكلام ده يعني كان فاضل حوالي اسبوع ولا حاجة على الماتش يعني. واحنا مش اي حد بيطلع مع النادي الاهلي، لازم ننقي شخصية محترمة وحاجة كده يعني. فالحقيقة كنت متردد الاول، وخاصة كان يعني يوم السفر هيبقى تاني يوم رمضان. وقت يعني هنسافر وهيصبح علينا رمضان هناك. فالحقيقه قابلت المهمه يعني وسافرت. الشيء اللي انا لاحظته يعني حقيقه، يعني اولا كل اللعيبه
يعني كان وقتها كان اللي معانا كان كابتن حسن حمدي وكان المهندس هشام سعيد من النادي الاهلي وانا من اتحاد الكوره. يعني الناس كلها كل واحد ماسك مصحف، حتى الحوار اللي كان داير بين اللعيبه وبعضها حتى في الطياره انا فاكر كان كابتن هادي خشبه وكان اظن الكابتن وليد صلاح وكان يعني الجيل ده كله، يعني حوار ديني وناس ملتزمه جدا وحاجه جميله حاجه مشرفه يعني 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 فريق مشرف ملتزم مش للنادي الاهلي لمصر كلها. طبعا التزام 10 على 10. وكابتن على فكره دي لقطات من المباراه حيه دلوقتي، المباراه حيه في ملعب سوسه، ده تدريب، انا اسف ده تدريب النهارده في سوسه. الصبح وكانت برضو الاقامه بتاعتنا في سوسه وقتها يعني. فالحقيقه يعني رجعت بانطباع تاني عن بانطباع حسن جدا عن اللعيبه وعن النادي الاهلي وعن الالتزام والنظام، حاجه جميله حاجه مشرفه الحقيقه يعني. والنتيجه يعني حسمت هناك وحضرتك رجعت مع الحمد لله ما طلعتش مع تاني اي لا اطلاقا يعني لا ما ما ما, ما طلعتش مع حد تاني خالص. طب وحضرتك برضو في اجواء الملعب قول لي، لما طبعا كابتن سيد حط الجول كنت في المقصوره يعني والله انت فكرتني بحاجه. انت عارف الجول ده لما جه كان قاعد جنبي المهندس هشام سعيد وبعديه الكابتن حسن حمدي، لما جه الجول ده فانا والمهندس هشام سعيد حضنا بعض جامد قوي، فبعدها لقيته ماسك صدره كده فبقول له ايه مالك؟ قال لي صدري مش قادر تعبان يا اللي من الحضن بتاعك. حضنت الراجل جامد. والله لا يعني كانت ايام جميله طبعا، وخاصه لما بتكلل بنجاح وبانتصار يعني. طب خليني برضو اسال توقعاتك لماتش النجم الساحلي يوم الاحد ان شاء الله، وبرضو بعيد تاني دي لقطات من تمرين مسجله من التمرين اللي ابتدى مع بدايه البرنامج في الملعب طبعا فريق الكره بالنادي الاهلي. خلينا نقول توقعاتك لمباراه الحد ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله اللعيبه يعني على قدر المسؤوليه، وان شاء الله هتكون مباراه يعني هيأدي فيها النادي الاهلي بشكل جيد، هتكون نتيجه جيده ان شاء الله. واعتقد ما فيش اهتمام اكتر من كده يعني، رئيس النادي الاهلي بنفسه معاهم والدنيا كلها معاهم، ان شاء الله يرجعوا منصورين بامر الله ان شاء الله. طب خليني اسالك برضو يعني سريعا كده رايك ايه يعني، برضو موضوع شائك وياما عانينا منه، التحكيم الافريقي. يمكن حضرتك يعني اكيد داخل في القصه دي ومتابع كويس قوي، حل المشكله دي وحل الموضوع ده ايه بقى؟ لا ما لهاش حل. هنفضل نعيش لا التحكيم الافريقي طبعا ده مشكله كبيره طول عمر التحكيم الافريقي هي في مشاكل يعني، لكن يعني عايز اقول ايه، ان شاء الله ما نحتاجش من التحكيم حاجه يعني، ان شاء الله بامر الله تحسم الامور من البدايه كده وما نحتاجش العمليه ما تتصعبش علينا يعني. طب خليني اسال حضرتك يعني سؤال، طموحاتك ايه مع نادي طنطا الفتره القادمه على يعني المستوى الرياضي، سواء ال 24 لعبه طبعا اللي حضرتك يعني بتديرهم في النادي او بتتبناهم، وكمان على مستوى الانشاءات، يعني طموحاتك ايه مع نادي طنطا وعايز تحط نادي طنطا فين؟ يعني الحمد لله بفضل الله يعني اقدر اقول ان نادي طنطا مكتمل المنشآت الرياضيه كلها، بدليل ان ال 24 لعبه بيؤدوا تدريباتهم ومبارياتهم داخل النادي، رغم ان المساحه مش كبيره لكن كل الانشطه الرياضيه داخل نادي طنطا الرياضي. مش محتاج تأجر ملاعب بره. ناشئين كرة القدم بس هم اللي لهم ملاعب خارجية مستأجرة يعني. طموحاتي ان يبقى في ان شاء الله امتداد للنادي ويبقى في نادي جديد لنادي طنطا، لان العضوية بتزداد وبتزداد من يعني من نفسها من تلقائي كده، الابن والبنت بيكبروا وانفصال العضويات والزواج والكلام ده كله، فاصبح المكان لابد من انك تعمل نادي جديد. فده ان شاء الله طموحي فيه ان احنا في الدوره الجديده اذا ربنا اراد لينا يعني ان احنا نعمل اكستنشن لنادي طنطا، يبقى نادي برضه رياضي واجتماعي
على مساحه اكبر على مساحه اكبر ويخف التكدس اللي داخل النادي، وبرضه ندي فرصه لاهالي مدينه طنطا انهم يشاركوا، لان طبعا عندنا اقبال كبير جدا على العضويه رغم ان احنا قافلين العضويه وما بناخدش غير عدد بسيط كل فتره معينه كده، فان شاء الله يكون في انفراجه لو تواجد مكان لنادي طنطا الجديد ان شاء الله. طب ده على مستوى الانشاءات، على المستوى الرياضي. على المستوى الرياضي يعني احنا سياستنا في النادي يا كابتن هيثم ان اولادنا، يعني احنا ان يمكن النادي الوحيد في مصر اللي قاصر النشاط الرياضي على ابناء النادي، يعني ما بندخلش على، لان العدد كبير، يعني عندي حجم العضويه كبير والاف من ولاد الساده الاعضاء، فقصرين النشاط الرياضي في النادي على ابناء الساده الاعضاء. وما بناخدش حتى لو في حد متفوق رياضيا في اي لعبه، ما بنقبلوش، على اساس ان احنا بنقول الممارسه لكل الناس، ودور الاجهزه الفنيه انها تنتقي من قطاع الممارسه ده لقطاع البطوله. بتمنى طبعا نتائج افضل للفرق الفرديه وللفرق الجمعيه ايضا. عندنا البطولات في معظم الالعاب الرياضيه مميزه، انما ان شاء الله بنطمح في بطولات عالم بالنسبه للسكواش ان شاء الله، وبطولات، وطبعا في العاب كتير بتشارك في بطولات عالم من الالعاب الفرديه. يعني لسه عندي الخماسي الحديث راجع، لسه كان في السباحه كانت مشاركه برضه في بطوله، يعني الحمد لله الفرق الرياضيه كلها مميزه. نتمنى لهم يا رب ان شاء الله مزيد من الانتصارات وتحقيق نتائج افضل في المستقبل القريب ان شاء الله. استاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا، نورتيني وشرفتيني في الاستوديو. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا معاك كابتن هيثم، وبشكرك وبشكر فريق الاعداد وبشكر النادي الاهلي. نتمنى يا رب للنادي الاهلي مزيد من الانتصارات والتفوق ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني، سعدت جدا بلقائك. الله يعزك يعني خيرك. وضحت لنا امور كتير، يعني الله يخليك، حاجه للايضاح من حضرتك. شكرا كابتن هيثم. شكرا. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع، هنشوف خلاله تقرير مع الكابتن طارق الدروي مدير فرع الشيخ زايد. الحقيقه احنا بنقول الاهلي يا دوله، الكلام ده مش هزار الحقيقي. ثالث فرع اللي هو فرع الشيخ زايد بيستعد لاستقبال المنافسات في العاب رياضيه كتير، يعني بعد ما شفنا الشيخ زايد تاسيسه حجر الاساس، وخلال سنتين او ثلاثه تم افتتاحه، دلوقتي بيستقبل بطولات. هنروح نشوف كابتن طارق الدروي في الفاصل، وارجع تاني استقبل ضيفتنا كابتن ياسر عادل، طبعا لعيبه السكواش في النادي الاهلي والنجمه، واللي انضمت حديثا للنادي الاهلي. هنروح للفاصل ونشوف التقرير وارجع لحضراتكم.